من محل إلى آخر، يسابق الزمن علّه يجد مبتغاه من ملابس عادية وبأسعار مناسبة، كعادة اعتادها مع كل مناسبة عادية بغية إدخال الفرحة على أفراد أسرته. فرحة يقول خالد إنها ناقصة، فدخله المحدود وتدهور أوضاعه المعيشية لم تمكنه من شراء كافة ملبوسات أطفاله ومثلها الكماليات. جينا نكسي الأطفال وكسينا البعض، والبعض الآخر يعني لم نتمكن منه سبب شحة الرواتب وسبب المعيشة يعني، والارتفاعات بالديزل، ارتفاعات بكل حاجة، بالقمح، بالدقيق، بالحاجات يعني. اللهم أنا نقدر نوفر الأسهم القوت الضروري. هكذا تبدو أسواق الملابس في محافظة الضالع ومستوى إقبال الناس على شراء كسوة العيد. إقبال يؤكد التجار أنه انخفض بشكل كبير هذا العام، والوضع الاقتصادي للناس وتدهور قيمة الريال أمام العملات الخارجية وارتفاع حركة النقل بين المحافظات أسبابه الرئيسية، ما قلص نسبة شراء المواطنين لتشهد حركة التسوق ركودا غير معتاد. رغم أن الأسعار منخفضة مقارنة بالعام الماضي، بس الإقبال ضعيف، ما في إقبال مثل العام الماضي، والوضع الزبائن يعني حالة الناس المعيشة صعبة جدا. ارتفاع أسعار الملابس هذا العام يفوق القدرة الشرائية لدى الناس، ليضطر البعض للاستدانة لمواجهة جزء يسير من التزاماتهم تجاه أولادهم في محاولة حثيثة لإدخال فرحة العيد إلى أطفالهم في ظل انقطاع الرواتب وتراجع قيمتها مع انهيار العملة والوضع الاقتصادي.